الخيرات. قصتنا لليوم قصة عنيفة ومؤلمة بمعنى الكلمة، لأن ضحيتها شاب وفتاة في مرحلة المراهقة، إخوان من مدينة تكساس في عام 1993 حدثت الجريمة. الفتاة بالذات في هذه القصة تعرضت لتمثيل في جثتها، قطع رأسها، قطع أيديها، وحتى حلمات صدرها كمان قطعت. انطعنت عدة طعنات في البطن، في الفخذ، وفي المناطق الحساسة. قصة عنيفة، وكان فيها القاتل عنده تاريخ طويل يدل على أنه هو رح يكون قاتل ويمثل في جثث ضحايا في المستقبل. قبل ما نبدأ في تفاصيل هاي القصة، خلينا نشوف هالصور للعائلة ولمسرح الجريمة. نشوف مع سوا. في يوم حار من أيام صيف تكساس من العام 1993، كان مجموعة من العمال يشتغلوا على الطريق، وهون انتبهوا أنه في شيء مش طبيعي بجانب الطريق. كان كأنه في جثة تحت كومة من القش، وفعلا لما وصلوا حصلوا جثة لفتاة عارية ومقطوعة الرأس. على طول تواصلوا مع رجال الشرطة، ولما وصلوا رجال الشرطة وفتشوا المكان حصلوا جثة أخرى لشخص آخر ذكر مراهق أبيض البشرة، بعيدة تقريبا 200 قدم فقط عن الجثة الأولى. هاي الجثث وجدت في بلدة اسمها تلكو، معروفة عنها أنها بلدة هادية وما فيها جرائم كتير، عشان هيك كانوا سكان البلدة في حالة صدمة من جريمة زي هيك. شو الدافع إلها وشو أسبابها؟ بالنسبة لجثة الفتاة كانت في حالة سيئة جدا، كانت مقطوعة الرأس، إيديها مقطوعة، حلمات صدرها مقطوعة، كان في جروح كثير في جسمها، على بطنها، على أفخادها، على المنطقة الحساسة. وبعيد عنها شوي تقريبا، هي كانت فوق جسر معين، بعيد عنها تحت الجسر كان في جثة أخرى لشاب، لكن كان بكامل ملابسه، ويبدو أنه تم إطلاق رصاصتين عليه من مسدس عيار 22. وبتفتيش مسرح الجريمة حصلوا مجموعة من الشعرات اللي لونها أشقر موجودة على سياج قريب من الجسر. كمان حصلوا على هوية في جيبة الشاب المراهق، هوية مكتبة ما في عليها صورة، لكن في عليها اسم شخص اسمه براين. وعلى طول تواصلوا مع والد براين، وفعلا لما فرجوا المحفظة شاف المحفظة وطال الصور اللي فيها، شاف الصور اللي فيها وتعرف عليها، وحكى انه هاي المحفظة بالذات انا اهديتها لابني. وطبعا صار في حالة سيئة جدا. وهون قدم معلومة مهمة لرجال الشرطة، انه ممكن الفتاة اللي كانت معه تكون بنته او بنت زوجته اللي هي كريستينا. طبعا كان البنت صعب التعرف عليها لأنها كانت جثتها في حالة سيئة جدا، فكان صعب التعرف عليها إلا من خلال الأدلة الجنائية. لكن هو حط احتمال، حكى ممكن تكون كريستينا اللي هي بنت زوجته. هو حكى أنها ممكن تكون بنت زوجته لأنه حكى عن ابنه أنه قبل ليلتين ابنه كان نايم برا في مقابل المنزل، عاملين زي أرجوحة بين الشجر، فكان ابنه نايم هناك، وبيحكي إن سمعت زامور سيارة وسمعت صوت براين وهو بيحكي مع شخص معين في السيارة، وبعدين طلع معه بالسيارة. وتاني يوم الصبح لما بحثوا عن كريستينا ما حصلوها في البيت، فتوقعوا إن هي راحت مع براين. بالنسبة لكريستينا اللي عمرها 13 عام، كانت زي ما حكيت في حالة سيئة جدا، كان في جرح طويل في بطنها، وكان في جزء حتى من أمعائها ظهر للخارج، وصعب التعرف عليها من خلال النظر. عشان هيك كان لازم يدوروا على أدلة جنائية تثبت أنها فعلا هي كريستينا. عشان يتعرفوا ويتأكدوا أنه هي كريستينا،
أخذوا مجموعة من الشعرات من فرشاة شعرها الموجودة في المنزل وقارنوها مع الشعر اللي موجود على السياج بالقرب من الجسر، وفعلا طلعت متطابقة. طبعا قارنوها عن طريق الميكروسكوب. كمان في عندهم كان للعائلة صورة أشعة، عند العائلة عفوا صورة أشعة لكريستينا، يبدو أنه قدمها كانت مكسورة، فقدموا هاي الصورة لرجال الأدلة الجنائية وطابقوها مع صور الأشعة اللي هم عملوها لقدم البنت وطلعت متطابقة، وهون عرفوا أنه هي كريستينا. أكيد الأهل كانوا في حالة نفسية سيئة جدا، لأنه يعني هذول مراهقين اثنين لسه بداية حياتهم، ما عندهم المشاكل الكبيرة في حياتهم، فكانوا الأب والأم في حالة سيئة جدا، حتى الجد والجدة أيضا كانوا في حالة سيئة جدا. وراح أحط هلا مقطع فيديو صغير تشوفوا الحالة النفسية اللي كانت فيها الجدة، بتشوفوا أو بتحسوا بالألم من خلال صوتها وكلامها، فما بالكم في الأم شو شعورها وشو الألم اللي كانت تعاني منه لحظة ما عرفت إنه بنتها كريستينا طبعا، وحتى برايان اللي هو ابن زوجها قتلوا بهاي الطريقة الوحشية، خصوصا كريستينا، لأنه الطريقة اللي مثل أو اللي وجدوا فيها الجثة كانت مؤلمة جدا. خلينا نشوف بس الجدة ونسمع ونحكم. The night they found her, or the day they found her, Donna called me up that night and said, Mom, I need some help. She said, Chrissy, Dad, she's been murdered. And I couldn't believe it. And that's how we found out about it. زي ما شفتوا من تعابير وجهها ومن طريقة كلامها كمية الألم اللي كانت تعاني منه الجدة، فما بالكم في الأم والأب، أكيد كانوا في حالة نفسية أسوأ. هلا صار لازم يبحثوا عن أدلة جنائية تدل على القاتل، لأنه الجريمة كلها غريبة، مين عنده الدافع أنه يقتل فتاة وشاب مراهقين بهاي الطريقة الوحشية، خصوصا الفتاة. لما أخذوا الجثة على المختبر الجنائي حصلوا على البنطلون اللي كان لابسه برايان شعرة لونها أشقر، لكن هاي الشعرة ما تتوافق مع شعر كريستينا ولا حتى مع شعر برايان، فكانت هاي بالنسبة لهم دليل مهم. كمان حصلوا قطعة من نسيج معين موجودة على حذاء برايان، وكانت هاي أيضا مهمة بالنسبة لهم. واللي في المختبر الجنائي الخبير الجنائي حكى إنها عادة تكون هاي القطعة موجودة في السيارات اليابانية. صار عند المحققين فكرة مبدئية عن نوع السيارة اللي كان راكبها برايان، إنها سيارة صنع اليابان. هاي أول فكرة تشكلت عند المحققين. هلا القصة كلها قصة مقتل المراهقين عرفت على مستوى تكساس، لأنها الجريمة كانت بشعة جدا وعنيفة جدا، وحيرت الأطباء الجنائيين بالطريقة اللي تم فيها التمثيل بالجثة، لأنه ما مر عليهم أبدا جثة تم التمثيل فيها بهذه الطريقة، طبعا جثة كريستينا. عشان هيك اضطروا يستخدموا أو يلجوا إلى محلل شخصيات حتى يحلل شخصية المجرم اللي عنده الرغبة في التمثيل بجثة فتاة بهذه الطريقة البشعة. المحلل النفسي حكى أنه الشخص اللي مثل بهاي الجثة بيكرهها جدا جدا ويرغب في الانتقام منها، لأنه كانت يعني في حالة سيئة جدا، فكان يعرفها ويكرهها في نفس الوقت. بعد هيك المدعي العام لجأ إلى الـ FBI، وكان عندهم وحدة خاصة بالتحليل النفسي موجودة في فيرجينيا، وفعلا راح محقق من المحققين وأخذ مجموعة من صور الجريمة وعرضها على واحد من المحللين النفسيين في هالمركز التابع للـ FBI في فيرجينيا. وأول ما شاف واحد من المحللين هاي الصور حكى إنه هاي جريمة غير جنسية، مع إنها البنت عارية تماما، لكن على طول حكى إنها جريمة غير جنسية. طبعا اندهش المحقق، لأنه فعلا البنت لما حللوا فحص الاغتصاب أو عملوا فحص الاغتصاب أبدا ما كانت تعرضت للاغتصاب. حكى معلومة مثيرة للاهتمام، وهي انه الشخص اللي عمل هيك في هاي البنت له تاريخ طويل في التعامل مع الحيوانات بنفس الطريقة، يعني هو في البداية كان يقتل حيوانات ويمثل في جثتها
وبعد هيك انتقل إلى مرحلة أنه يقتل البشر ويمثل في جثثهم. بدأ المحققين أنهم يجمعوا معلومات من المحيطين بالعائلة، فإجتهم معلومة مهمة من الجيران بتحكي أنه كريستينا وبريان كان عندهم مشروع أنهم يروحوا عند شخص اسمه جيسون في الليلة اللي اختفوا فيها. كمان وصلت مكالمة تليفونية من شخص مجهول لمركز الشرطة بتحكي لهم أنه لازم تبحثوا عن شخص اسمه جيسون، ممكن يكون له علاقة في الجريمة. وهذا جيسون شخص عمره 20 سنة، ما بيروح مدرسة، ووالده شخص مدمن للمخدرات ومدمن للكحول، وشخص يتنقل من منزل إلى آخر، المنازل الرخيصة. حتى جيسون نفسه كان عنده تاريخ مش بسيط في عالم نحكي الجرائم البسيطة، كان عنده جرائم سرقة، كان عنده جرائم إيذاء حيوانات، كان عنده يتعقب الناس ويضايقهم، فكان عنده تاريخ كمان أو سجل عند الشرطة مش بسيط. مثلا من الأشياء اللي عرفوها أنه قبل فترة وصلت مكالمة للرجال الشرطة بتحكي أنه في قطة مقطوع رأسها موجودة خلف مطعم ماكدونالدز في منطقة أو بلدة تلكو، وفعلا لما راحوا حصلوا هناك قطة مقطوع رأسها، وحصلوا سيارة لونها تقريبا بني، سيارة ياباني لونها بني، وسوارة مكتوب عليها اسم شخص اسمه جيسون، ويبدو أنه عرف أنه الشرطة جاي وهرب وترك سيارته، لكن ترك هاي الأدلة. حتى أصدقاء جيسون لما تم استجوابهم أعطوا معلومات غريبة جدا عنه، حكوا أنه هو بحب يشوه أجسام الحيوانات، كل الحيوانات، كلاب، بقر، قطط، وأنه كان يحتفظ برؤوس هاي الحيوانات كجائزة له، أو يعتبرها بالنسبة له شيء ثمين ويخبيها في مكان معين. كمان الأصدقاء قدموا معلومة مهمة بتحكي أنه جيسون على علاقة ببراين وكريستينا، بيعرفهم يعني، وأنه هو كان يحكي لهم أنه بيحب كريستينا وحاب يطلع معها ويعمل معها علاقة من نوع خاص، لكن لحد الآن ما في أي دليل مادي يدل على أنه جيسون له علاقة بهاي الجريمة، ولا في دافع معين يفكر فيه المحققين أنه يعمل جريمة زي هيك أو يقتل طفلين أو مراهقين بهاي الطريقة ويشوه جثة البنت بهاي الطريقة. وبالتالي لازم يدوروا على شيء دليل قوي حتى يقنعوا هيئة المحلفين والمحكمة أنه ممكن يكون، أو هو مش ممكن، هو يكون القاتل. تم استدعاء طبعا جيسون للتحقيق، وعرض عليه الواحد من المحققين الأذكياء صور مسرح الجريمة وراقب ردود فعله لما يشوف الصور، فحكى له شو رأيك في هاي الصور، هل أنت شايفها جميلة الآن؟ يقصد كريستينا يعني، عرض عليه صور كريستينا بالذات. وهنا كل معالم وجه جيسون تغيرت، وبدأ عليه أنه متأثر جدا بالموضوع. فعلى طول المحقق اتأكد أنه جيسون له علاقة في جريمة القتل. هون بدت عملية البحث عن دليل علمي أو مادي يدل أو يربط جيسون بمسرح الجريمة. لذلك المحققين أخذوا تصريح سريع بتفتيش منزل جيسون وسيارته، حجزوا على السيارة، أخذوا قطعة من السجاد الموجود في السيارة، كمان حصلوا في السيارة 3 بقع من الدماء، حصلوا بقعة من الدم على مطرقة معينة، حصلوا بقعة من الدم على لاصق، شريط لاصق، وحصلوا بقعة من الدم على ورقة موجودة في خلف السيارة، بس سلاح الجريمة أبدا ما حصلوه. حصلوا وصل يدل على أنه جيسون اشترى ذخيرة لسلاح من عيار 22، نفس الطلقات اللي أطلقت على كريستينا وبراين، عن طريق وصل معين حصلوا أنه هو اشترى ذخيرة. الأشياء اللي حصلوها كمان اللي هو القيود اللي مستخدمها في تقييد المجرمين، الكلبشات يعني، وحصلوا سكين صيد. وهنا صار عندهم مجموعة من الأدلة اللي ممكن تكون فعلا هي الدليل على أنه جيسون له علاقة في الجريمة. وأثناء اعتقال جيسون أو حجزه وصلهم معلومة بتحكي أنه جيسون غسل سيارته في مغسلة سيارات قريبة من المكان، وفعلا على طول رجال الشرطة توجهوا للمغسلة وأخذوا المكنسة الكهربائية اللي تم تنظيف سيارة جيسون فيها، حتى يشوفوا إذا في داخل محتوياتها أي شيء يدل على أنه
براين وكريستينا كانوا داخل سيارة جيسون، وفعلا داخل المكنسة الكهربائية حصلوا مجموعة من الشعرات اللي لونها أشقر الطويلة اللي طلعت مطابقة لشعرات كريستينا. كمان بقع الدماء اللي حصلوها في سيارة جيسون كانت مطابقة لبراين وكريستينا. طبعا هم عملوا مقارنة بالنسبة للدم عن طريق أنهم أخذوا عينة من الوالدين البيولوجيين لكريستينا وبراين، لأنه كانت الجثث في حالة ما بتسمح أنهم يأخذوا عينة، خصوصا كريستينا، يعني من كريستينا. هون أخذوا من والدها ووالدتها البيولوجية عينة من الدم وعملوا عليها تحليل DNA، وطلع متوافق مع الدم الموجود في سيارة جيسون. ظل أمام المحققين مهمة مهمة جدا، اللي هي الوقت يثبتوا أنه الوقت اللي طلعت فيه كريستينا وبراين مع جيسون هو الوقت اللي قتلوا فيه. وتم ذلك من خلال طريقة شوي غريبة، اللي هي استخدموا عالم حشرات. عالم الحشرات أخذ عينة من الحشرات أو اليرقات الموجودة داخل الجثث وعمل عليها دراسة معينة، وبطريقة نموها بيعرف متى نحط بيض الذباب في على هاي الجثث. ومن خلال هاي الطريقة استطاعوا يعرفوا انه الاولاد كانوا او ماتوا قبل يومين من العثور عليهم، وهو هذا الوقت اللي كانوا فيه مع جيسون، وصار التوقيت مناسب لوقت الجريمة. المدعي العام كان متخوف من فكرة انه جيسون شاب وسيم، وأنه إذا طلع على منصة الشهود وشهد لصالح نفسه أنه يأثر على رأي هيئة المحلفين. اللي صار أنه قبل نهاية المحاكمة وصلت للمدعي العام مجموعة من المعلومات هي اللي حسمت الموضوع. طبعا هو تم محاكمته جيسون عام 1994 في جريمتي القتل اللي هم قتل براين وكريستينا. السيناريو اللي بحطه المدعي العام كالعادة انه كريستينا وبراين كان عندهم خطة انهم يطلعوا مع جيسون في جولة حول المدينة او البلدة، لكن جيسون كانت عنده خطة ثانية، عشان هيك راح اشترى ذخيرة، اشترى السكين وجهز نفسه لموضوع ثاني. لما طلعوا معه بالسيارة ولما وصلوا لعند الجسر، أول شيء عملوا أنه أطلق رصاصتين على رأس براين، وبعدين فتح باب السيارة ورمى برا السيارة. وهنا كريستين لما شافت المنظر خافت وطلعت تركض من السيارة، فعلى طول أطلق عليها الرصاص من الخلف، ولما وصل لعندها حصلها مش ميتة، أطلق عليها رصاصة أخرى على الرأس وبدأ في عملية التمثيل بجثتها بالسكين اللي كان شاري من مكان معين. أكيد زي ما حكيت في البداية طعنها عدة طعنات في مناطق مختلفة من جسمها. للأسف الشديد ما تم العثور على رأسها أو إيديها، لكن بعد هيك هو بعد المحاكمة وقبل ما يموت في رسالة أو بيان معين حكى أنه هو رماهم في النهر. وخلال محاكمة جيسون صار شيء مهم كان لصالح المحققين، اللي هو انه في واحد من الصيادين كان يتمشى في الغابة، وهناك حصل كولر لونه احمر. داخل هالكولر حصل مجموعة من رؤوس الحيوانات، رؤوس كلاب، رؤوس قطط، مجموعة مخيفة فوق 30 رأس تقريبا. كمان حصل مذكرات كان اللي كاتبها هو جيسون. في هاي المذكرات في أشياء مخيفة تدل على أنه هو شخص مهووس بالقتل وبالجنس وبالتمثيل في الجثث أيضا، وبيحكي فيها أنه كان كل هدفه من الحياة أنه يصير أشهر قاتل متسلسل في أمريكا. هيئة المحلفين وجدت أنه جيسون مذنب بالجريمتين، ولازم هلأ الادعاء يبذل جهده معه 24 ساعة حتى يبرز الأشياء اللي وجدها في هاي المذكرات، حتى يستطيع الحصول على العقوبة القصوى واللي كانوا هم بدهم إياها المدعي العام، اللي هي عقوبة الموت. وفعلا درسوا هاي المذكرات بطريقة سريعة جدا وبطريقة دقيقة جدا، حتى يطلعوا منها معلومات ممكن تأثر على هيئة المحلفين وتخليهم يصدروا قرار مع القاضي بحكم الموت على جيسون. من الأمور اللي حصلوها في المذكرات إنه هو قتل 8 بقرات، 30 كلب، و39 قطة، وكلهم قطع رؤوسهم واحتفظ
في رؤوس هاي الحيوانات. كمان من الأشياء اللي أبرزوها أمام هيئة المحلفين شغلة كاتبها بيحكي فيها أنه هو بيحب فتاة صغيرة وأنه بيخطط لقتلها لكن مش عارف متى ممكن يقتلها. كل هاي الأشياء حكاها المدعي العام أمام هيئة المحلفين حتى يأخذ الحكم اللي كان بده إياه وهو الإعدام، وفعلا ما احتاجت هيئة المحلفين أكثر من 15 دقيقة حتى يطلعوا بالعقوبة القصوى وهي الإعدام بالحقن السامة. طبعا الجميع كان مبسوط بهالحكم، وأعدم في 3 أبريل عام 2001 من الناس اللي حضروا الإعدام اللي هم جدي كريستينا. قبل إعدامه أصدر جيسون بيان اعتذر فيه لعائلات الضحايا، حكى لهم إني صح ما بعرفكم لكن بعتذر عن اللي صار لكل واحد فيكم. وبيحكي كمان إنه هو لما قتل كريستينا ما شعرت بالألم، خصوصا لما مثل في جثتها لأنها أصلا كانت متوفية، وإنه هو ما اعتدى عليها جنسيا. كمان بيحكي إنه هو رمى راسه وإيديها في النهر، وإنه هو متأسف ويشعر بالذنب ويطلب السماح منهم. طبعا العائلة أبدا ما صدقوا وما سامحوا. في نهاية هاي القصة رح أحط لكم فيديو للجدي وهي تتحدث لما راحت حضرت عملية الإعدام، وتشوفوا كيف هي ما زالت غاضبة وزعلانة للطريقة اللي قتلت فيها كريستينا. كانت هاي قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وياريت لو عجبتكم تشتركوا معي في القناة وتحطوا لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We watched him die. We had no emotions other than we were watching this person die. He kept mouthing, "I'm sorry, I'm sorry." We didn't believe him. No, there's no way that you could forgive this man for what he did.